بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض في محاضره جديده من محاضرات برنامج اكسس او تعلم اكسس من الصفر للاحتراف. موضوع محاضره النهارده كيفيه انشاء قاعده بيانات صغيره مكونه مثلا من جدولين مع امكانيه انشاء استعلامات بسيطه على القاعده دي. هتعلم ان انا هفتح اكسس، عايز اعمل داتابيز جديده، هروح لبلانك داتابيز، هحدد اسم الداتابيز ولتكن مثلا الداتابيز بتاعتنا نسميها مثلا شركة الهدى، الهدى كو، هنحطها مثلا على الديسكتوب سطح المكتب. زي ما اتعلمنا مع بعض ان الاكسس بيجبرني في البداية او بيلزمني في البداية ان احفظ الداتابيز قبل ما ابدأ اشتغل فيها، فانا قلت له بلانك داتابيز وقلت له الهدى كو وكريت، بيبدا يجيب لي داتابيز فاضيه. قلنا اول حاجه هنروح لقائمه كرييت، وعرفنا ان مكونات الداتابيز اربع مكونات: تيبلز، كويريز، فورمز، ريبورتس. بنجيبهم الاربعه من قائمه مين؟ كرييت، يعني انشاء. ببدا الاول بانشاء مين؟ الجداول. هفترض ان الداتابيز بتاعتنا مكونه من جدولين، اروح لكرييت وتيبلز واقول لي تيبل ديزاين، وابدا انشئ الجدول الاولاني اللي هو جدول موظفين. هبدا ببيانات الموظفين، كود الموظف. كود الموظف هيكون نوع بيانه رقم نمبر، اسم الموظف، وهيكون نوع بيانه تيكتس، وهفترض ان هو 20 حرف بس عشان حجمه ما بقاش كبير، الكلام ده شرحناه في المحاضرات اللي قبل كده. هفترض ان انا عندي كمان الوظيفه، والوظيفه هنخليها برضو تيكتس ولا تتعدى 15 حرف مثلا. ثم الراتب اللي هو المرتب بتاعه، وهنخلي الراتب نوع الحقل بتاعه نمبر، وتحت في النمبر تعال نخليه هنا في الفيلد سايز بتاعته نخليه سنجل عشان يقبل الكسور، اصل لونج انتجر دي يعني رقم صحيح لا يقبل كسر، المرتب ممكن يكون فيه كسور فهخليه سنجل عشان ما يقبلش مني كسور. وكمان هقربه لاقرب قامين عشريين، في خاصيه اسمها ديسمال بليسز هخلي قيمه التقريب بتاعها لعلامات العشيره الى اقرب رقمين عشريين، والفورمات تعال كمان نخليه كرنسي عشان يبقى ايه؟ عمله. يبقى انا خليته يقبل الكسور ويقبل رمز العمله ويقرب لاقرب رقمين ايه؟ عشريين في الحقل بتاع الراتب. مين هنا اللي ممكن يكون برايمري كي؟ ده يسمح بتكرار البيانات، وكود الموظف برايمري كي. تعال نحفظ الجدول ده باسم جدول الموظف. اوكي. هخش من فيو واقول له مثلا بيانات الموظفين، موظف رقم واحد اسمه محمد، الموظف ده وظيفته مثلا قلنا بائع، ومرتبه مثلا 1500 جنيه. موظف رقم اثنين اسمه حسن، وظيفته محاسب، مرتبه 1200 جنيه. موظف رقم ثلاثة اسمه مروان، هعمل داتا بيس صغيرة قوي بس عشان اوصل الفكرة، بائع برضو ومرتبه 1600 جنيه. هفترض ان انا عندي ثلاث موظفين بس، هقفل الجدول بتاعي بتاع الموظفين، اوسع بس الحقل شويه، اقفله وابدا اروح اعمل اقول له يس احفظ التغيرات، واروح لكرييت تاني واعمل تيبل ديزاين تاني عشان اعمل جدول مين بقى المبيعات، في رقم الفاتوره او كود الفاتوره وهتكون نمبر، عندي اسم الصنف اللي ببيعه هيكون تيكتس وهنخلي مثلا حجمه لا يتعدى ال 20، هيكون عندي الكميه وهتكون برضو نمبر، هيكون عندي سعر الوحده وهتكون برضو ايه؟ نمبر. بس في سعر الوحده برضو هخليها سنجل عشان تقبل كسور، واخليها رقم عمله فلوس، وخلي الارقام العشريه بتاعتها كام؟ نخليها كرنسي، ونخليها الارقام العشريه بتاعتي 2. تمام. مين هنا البرايمري كي؟ كود الفاتوره هو البرايمري كي، واحفظ الجدول بجدول المبيعات. كل اللي انا عملته بس دخلت بيانات، هي خطوات تكراريه ما بقى ايه؟ ما بغيرهاش في كل مره. عايز ادخل بيانات الجدول ده هروح اقول له الفاتوره رقم مثلا 1100، اتباع فيها مثلا ثلاجه، الكمية 3، السعر مثلا 3200،
الصنف بتاع الفاتورة رقم 1200 اتباع فيها مثلا تلفزيون. تعالي نتعلم حاجة جميلة قوي بالنسبة لاسم الصنف مثلا. أنا أفترض إن أنا عندي الأصناف محددة، هم ثلاث أربع أصناف، بدل ما أقعد أكتب هل في إمكانية إن أنا يكون عندي قائمة منسدلة أختار منها الأصناف؟ بنعملها إزاي دي؟ وأنا بعمل ديزاين، هرجع تاني للديزاين، وأنا بعمل ديزاين في اسم الصنف، هاجي عند اسم الصنف وأقف عند التكست وأفتحه وأقول له لوك أب ويزرد، ما أختارش التكست، أختار مين؟ يعني معالج بحث. يعني إيه معالج بحث؟ يعني قائمة منسدلة، أنا عايز أعمله قائمة منسدلة، هقول له لوك أب ويزرد. يقول لي طيب أنت هتدور على البيانات دي في مكان تاني؟ I want to look up field to get the value، ولا هتكتب البيانات بنفسك؟ I will type in the value that I want. أنا عايز أكتب بيانات الحقل ده. هقول له I will type وأقول له next. يقول لي طب اتفضل اكتب لي البيانات. أقول له والله الأصناف اللي عندي هي محدودة ما بين ثلاجة وتلفزيون وغسالة مثلا، ومثلا مكواة مثلا. دي أصناف اللي عندي. وأقول له بنكست وبعدين أقول له فينش. وأحفظ وأرجع تاني. لما أرجع تاني لما أقف هنا هلاقي كده في إيه؟ قائمة منسدلة. بعد ما أقعد أكتب كل مرة أختار منها الأصناف اللي أنا إيه؟ اللي أنا عايزها، فتوفر عليا مجهود إن أنا أقعد أكتب البيانات مرة تانية أكتر من مرة. هكتب أهو، ببدأ أحط البيانات اللي أنا عايزها. طيب الجدول ده زي ما قلنا في حاجة كده، أنا لو أنا عايز أربطه بجدولين الجدول ده ناقصه حاجة عشان أقدر أربطه مع الجدول التاني، يعني لازم أرجع للديزاين وأحط كمان إيه؟ كود الموظف عشان أقول مين اللي باع الإيه؟ الفاتورة دي. وكود الموظف هيكون إيه يا جماعة؟ نمبر. ونحفظ تاني ونرجع عند كود الموظف هنا، هفترض إن اللي باع رقم العملية دي رقم واحد، واللي باع دي رقم ثلاثة، واللي بعدي مثلا رقم واحد تاني. شوف البيانات موجوده عندي. هدخل فاتوره رقم 1004. هفترض ان الصنف طبعا هختار بدل ما اقعد اكتب صنف اهو. ادع مثلا عدد سبعه، السعر مثلا 250، اللي باعها رقم ثلاثه، اخر فاتوره هندخلها 1005. ادع فيها مثلا ثلاجه، العدد اثنين، والسعر 2800، واللي باعها رقم. خلصت بياناتي هكذا، بأصبح عندي جدولين. عايز أقول لأكسس أعمل علاقة بين مين؟ الجدولين. بعمل علاقة إزاي؟ أروح لداتابيس تولز وأختار أمر اسمه ريليشن شيبس، وأحدد الجداول وأقول له آد كلوز، وأبدأ أعمل علاقة بين الجدولين. أنا عندي كود الموظف ده هو نفسه كود الموظف ده، فبسحب الكود الموظف ده أرميه على مين؟ كود الموظف ده، وأقول له انفورس بروفيشنال انتجريتي، اعمل فرض تكامل مرجعي، وده شرحناه في المحاضرات اللي قبل كده عشان تبقى العلاقه من نوع 1 تو ميني، ونقول له كرييت. يبقى انا كده عملت العلاقه بين مين؟ الجدول. وبعدين اقول له ايه؟ سيف، واقفل شاشه العلاقات. اصبح عندي الوقت ان انا ممكن اعمل استعلامات زي ما انا عايز على مين؟ على الجدول. انواع الاستعلامات اللي موجوده عندي كتيره، بس انا هبدا باستعلام اسمه استعلام التحديد، وهبدا اروح لكرييت واقول له انا عايز اعمل كويري، عايز اعمل ايه؟ وليكن أول كويري، بصوا كده على جدول المبيعات، أنا عندي سعر الوحدة والكمية، عايز أعمل استعلام يحسب الإجمالي، يحسب مين؟ يعني لو عايز أعمل حسابات، الحسابات هتتم فين يا جماعة؟ في الاستعلام. فأنا عايز أعمل استعلام يقوم بحساب الإجمالي اللي هو عبارة عن الكمية في مين؟ في سعر الوحدة. هروح رايح لكرييت أهو، وأختار كويري ديزاين، ومن كويري ديزاين أشاور على الجدولين، آد كلوز، انزل اسم الموظف والوظيفه واسم الصنف اللي باعه، الكميه اللي باعها، والسعر الوحده، وعايز احسب مين؟ طب كيفيه حساب الاجمالي؟ بفترض ان الاجمالي ده حقل جديد بس حقل محسوب، فاقف هنا كده واقول والله انا عايز احسب الاجمالي. شيفت مع كاف نقصين فوق بعض، دي طريقه الحساب اهو. وبعدين اقول له انا عايز مين في مين؟ سعر الوحده في مين؟ في الكميه. اروح فاتح قوس مربع واقول له اضرب سعر الوحدة مضروبا في، هفتح قوس مربع تاني، في الكمية، واقفل القوس المربع تاني. طبعا دي المعادلة عشان نشوفها كده، كليك يمين ونقول له ايه؟ زوم. ادي المعادلة اللي احنا عملناها.
قلنا له الاجمالي، وبدل ما نحط يساوي حطينا نقطتين في بعض، واخترنا سعر الوحده ضربناها في مين؟ في الكميه، ويتم وضع الحقول بين اقواس ايه؟ مربعه. لما اقول له اوكي واعمل رن للاستعلام ده، اوتوماتيك هو عمل ايه؟ خد الكميه ضربها في السعر الواحده وحسب لي مين؟ فلو عندي مليون سجل او 1000 سجل، هو انا عديته معادله واحده، ضرب كله وطلع لي الايه؟ الحسابات بتاعتها النهائيه، يبقى ده اسمه استعلام حساب. استعلام ايه؟ نفس الاستعلام ده، افرض انا جيت قلت لك انا عايز اعمل خصم على مين؟ على الاجمالي. خصم واطلع الصافي، ينفع؟ ينفع، مفيش مشكله. تعالى زود حقل كمان هنا سميه الخصم. والخصم نقطتين فوق بعض هيكون عباره عن الاجمالي اللي انت حسبته. الخصم هحسب قيمه الخصم الاول. الخصم الاجمالي اللي انت حسبته اضربه فيه، هفترض ان هو 10 على 100. عايز خصم 10%. تمام؟ فلما اجي اشغل كده هتلاقي بيحسب لي 9600 اجمالي، هيجي عليهم خصم 10% يبقى كام؟ 960 بالشكل. حسبنا الخصم يا جماعه بنسبه 10% اجمالي. مطلوب مني بقى كمان اعمل معادله لحساب مين؟ الصافي. هرجع برضه للتصميم تاني، واقف في حقل كمان او في عمود كمان، واقول له اديني الصافي. احسب مين؟ الصافي. نقطتين فوق بعض، بحسب المعادله على فكره المعادله ممكن كليك يمين وزوم عشان اكبرها شويه. الصافي عباره عن ايه؟ عباره عن هيكون الاجمالي ناقص مين؟ ناقص الخصم. هعمل قوس مربع اهو برضو، واقول له الاجمالي، هقفل القوس المربع، ناقص الخصم، واقفل القوس الايه؟ المربع. دي المعادله بتاعتي بالشكل ده، واقول له اوكي. يبقى لما اجي احسب تاني واقول له رن، هيروح كاسب لي طارح الاجمالي ناقص الخصم، يديني مين؟ يديني الصافي بتاعي. وبكده انا عملت استعلام بسيط، هحفظه بقى سيف واسميه استعلام اجمالي. انا كده عملت استعلام يقوم بحساب مين؟ الاجمالي والخصم ومين؟ والصافي. وشكرا.